طيب نبدأ في موضوعنا الجديد. هيك مخلصنا الدليل الثالث جماعة، الآن الدليل الرابع واللي بيحرك المخ أكثر، موضوع القياس. الفلسفة في هذا الموضوع أنه هو أقرب إلى الأسلوب من الدليل، يعني القياس هو أقرب أن يكون أسلوب للاستدلال وليس دليل بحد ذاته. أنت عم تستخدم القياس العقلي. لغة لما نقول القياس في اللغة قالوا هو التقدير والمساواة. التقدير والمساواة، قست الثوب بالذراع، يعني قدرت الثوب بالذراع، والله ذراعين ونص، ثلاث أذرع، هذا إيش؟ تقدير. علم فلان لا يقاس بفلان، لا يساوي أو لا يساوى بفلان، هذا المعنى اللغوي. إحنا نستخدم كلمة القياس إما أنها تقدير وإما أنها مساواة. أما في الإصطلاح هو إلحاق ما لم يرد فيه نص بما ورد فيه النص. إلحاق ما لم يرد فيه نص على الحكم، طبعا ألحق بماذا؟ بما ورد فيه النص لاشتراكهما في العلة اللي حكينا عنها قبل قليل. العلة مشتركة، إذا العلة مشتركة معناته الحكم بده ينتقل قياسا. هلأ الخمر يسكر، إذا في عقار أيضا يسكر، صار تناول هذا العقار حكمه كحكم تناول الخمر، لأن العلة ماذا؟ واحدة. العلة واحدة. تحريم الجمع بين الأختين ما علته؟ قطع الرحم. طيب المرأة وعمتها زي ما قلنا، والمرأة وخالتها ما ورد فيها الدليل، ما ظنت قطع الأرحام، فقاسوا عليها العلماء المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، نعم، أو المرأة وبنت أخوها، مرأة وبنت إيش؟ أختها، لا يجمع بينهما في الزواج. أيضا تحريم البيع على البيع والخطبة على الخطبة، لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. ما العلة؟ تباغض والتناحر، وتهاوشوا يمكن تخو بعض، كيف تروح تخطب خطيبة فلان أنت؟ ما بيجوز، بولع، خاصة إذا كانت العشائر، ومن العشائر بيعتبروها إهانة، ممكن تشعل حرب. فيقاس عليه أيضا، فضل أنا فاتح محل جنبك أو إقبالك، زي معظم التجار، أجي زبون عندك وأنا مودي عين إلي في محلاتك، بيجي زبون أنت بتقول له والله أنا بيعك هالطقم $1,000، بيجي هذا يقول له تعال تعال هاي أنا بعي بعطيك إياها ب900، هذا حرام، يحرم. أنا بعت، صار عندي زبون عم ببيع فيه، أنت جاري وديت واحد قل له أنا ببيعك ب900، بعد ما سمع الدين اللي معك ومعاه راح عرض عليه أقل مشان يضرك، يعني هذا حرام في الإسلام. لا يشترط اكتمال البيع لا لا لا، ولو اكتمل البيع خلص اشترى هذا، أنت بدك تسرق الزبون منه قبل ما يبيعه، بس صار الديل. يعني انا كل فاهم ان اذا بتقول صار بينهم عقد، يعني اتفاق مبدئي، بعدين هذاك قال تعال اتركك منه، اعلن انت برا على محلك اسعارك، ما عندي مشكله ولا عنده مشكله ايمان، اما بس يجي زبون عندي شو تسرق الزبون من عندي بطريقه او باخرى، هذا اللي ما بيصير. الان على التكس مسج في زباين عندي بيبعثوا لي تكس مسج باسعار شركات ثانيه مسلمه، وبيقولوا لي بتبيع انا ارخص منهم، ولا طبعا انا ما كنتش عارض سعري عليه، فما حكم اني انا اذا الزبون هذا اذا الزبون نفسه هذا الزبون اللي اجى عليك، هاي الحاله ليست حاله محرمه. الزبون عم بيعمل شوبينج، انا شفت سعر في هوندا، رحت على تويوتا قلت لهم والله هوندا بتبيع سيارات، وراني السعر، نعم وراني سعره، يعني طب هذا معلن الاسعار اليوم، فيش شيء مخبى. انا شفت سياره بيعها ب 25، بقول تويوتا هيها ب 25 قديش بتعطوني انتم؟ هذا غير الزبون نفسه له الحق انه يتسوق، مش هيك؟ اما اذا انت موظف واحد في هذاك المكان، اول ما يدخل الزبون شوف شو الديل وتعطيه ورقه او تتصل عليه او تاخذه برا، هذا حرام، سبب مشاكل. لا، الاصل انت تكون عندك نفس انه جارك باع، الله يطرح له البركه، انا بجيني رزقتي من زبون اخر. لذلك الاسلام كان حريص في هذا، انه اي شيء يؤدي للتباغض والتناحر اعطاه حكم شرعي. إذا لو شافه اشترى مش مفروض حتى يفتح، يعني الشرف هذا هذا إنسان بيكون مش شريف، وإنسان نفسه دنيئة اللي بعد البيع ما خلص بده يعمل مشكلة ويروح يقول رجع له إياها، وأنا هذا إنسان لا، هذا يعاقب.
فضربت انه هذا الشخص ما طلب منه هذاك قديش يقول له قديش حاجه, بس هو راح زي ما من عند الدكتور ربي راح لجاره ولقاه عنده ارخص. طب هو بيقول له لا والله بدي اشتري منك وراح ارجع هذه. ما علي اثم انا, انا اذا انا حاط السعر على البضاعه, ما هو المشكله لازم تكون السعر معلن, سعري معلن صح. انت ما جيتش علي, شريت من جاري باغلى ثم جيت علي وجدتها ارخص, رحت اخذت قرارك منك لإلك بدون تدخل مني ورجعتها لجاري, لجاري وجيت اخذت مني, انا مش ملام. حتى لو سعر انا مش ملام, حتى لو سعر جيت على انا يعني إذا لا 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 ممكن, ممكن السعر مش معلن اعرف منه شو اشترى وارخص. لا اشترت النيه, ما بقول لك مش بقول لك. ترى الموضوع اخواني فيري سنسيتيف ومسائله متداخله ومعقد, لكن احنا بنتكلم بشكل بشكل خيوط واضحه. نيه الانسان اهم شيء في قضيه انه اقول حرام او حلال, تصرفك انت الاصل. اني احب لجاري يبيع وابارك له حتى ربنا يطرح البركه في ايش, في تجارته. اذا ايضا مثال اخر بنقيس على الخطبه وعلى البيع, الاجاره التاجير. يعني انت عندك رينتال كارز, انت عندك رينتال, شو كمان في رينتال, في رينتال تولز هلا هاوسز, فكمان نفس الشيء ما بيصير. صارت في صفقه بينك وبين بين زبونه بين جارك اللي يبيع نفس الماتيريال, ما تروح انت تتخرب عليه مشان تبيع انت او تاجر انت, ما بيصير. اما والله اذا اسعارك معلنه زي هلا الحمد لله ربنا كل شيء هلا على الانترنت الاسعار معلنه, هون ما في لوم على البياع. الجانب الاخلاقي اذا عدم تصبح القضيه قضيه صراع. على كل حال يقاس على البيع الإيجارة ويقاس المزارعة أيضا. ما هي المزارعة؟ تعرفوا أنا عندي أراضي بس ما بفهم بالزراعة, باجي بدور على مزارعين, تعال أنت ازرع الأرض ولك نصف المحصول ضمانية. يجي واحد والله جاب هذا أعطاه نص أنا بعطيه ثلث أرباع, لا روح أعطي غيره. ما تيجي يعني تخرب على جارك أو على أخوك أو على ابن عمك. ترى معظم هاي القضايا بتصير بين المعارف, يعني بتصير بين الجيران او الاقارب او اصحاب الكار الواحد. بيشتغل عنده واحد تروح تحكي معه تقول له ليش بعطيك اكثر؟ لا يجوز, لا يجوز الا اذا انتهى عقده, خلص عقده بتقول له بس يخلص عقدك معه. بعطيك اكثر بس تعال. ما يجوز هذا الريكروتينج بسموه. اذا انت هذا كل واقع موجود هنا. ايه شوف عم ابو ربيع, اذا توافرت في قلبك انه انا حضر فلان بهذا العمل فهذا اثم, حاكى في النفس, ما يجوز. اما زي ما قلت له والله يا اخي انا بوظف بهذا الرواتب, روح خلص عقدك مع الزلمه, لما تخلص معه حاب تيجي اهلا وسهلا, اما انا بعطيك اكثر مشان اجيبه وعقده لسه شغال وحيصير ضرر على هذا. بصير في المدارس الخاصة مثلا, كان يصير في المدارس الخاصة انه هذا مدرس عم ناجح في هالمدرسة بتروح انت تاخذ تسرق وتعطيه اكثر ولسه عقده مش خالص. لا ما بصير. في حاجة بالنسبة للضمان, انا بذكر كان في عنا في غزة لما يجوا يقولوا اتضمن بيار البرتقال. نعم على الظهر بيجي اللي عنده خبرة بتطلع على الظهر قديش حاملة وبقول انا بتضمنها بألف دولار. افرض انه اجى ثلج او اجى ريح خلص وضم هو اشترى هذا سمك زي اللي اشترى سمك في البحر. ما هو لا ما يجوز ان اشتري سمك في البحر, التجارة فيها رب. لا 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 شوف هذا القياس مش قياس مع الفارق, سمك في بحر هذا قياس مع الفارق مع قضية الزهر. هلا انت مين اللي بيعرض الثمن في قضيه المزارعه؟ مين اللي عرض الألف دولار؟ الفلاح صح؟ اللي عنده خبره. نعم هو كل انسان في كارو عنده خبره بيعرف انه في نسبه ريسك انه تيجي مطر ما تيجيش مطر, وهذا إشي مش بايدينا صح ولا لا؟ نعم. هلا ممكن تحط انت شرط في العقد, ما في عقود تكتب شرط في حال اجى صقيع او حال اجى زي ما بصير احيانا في الصقيع بيجي فجاه بيخرب كل, بتحط انت شرط انه تنزل قيمه هذا الى اذا كذا وكذا يحق لك. لا لا هو هذا معروف, المعروف عرف كالمشروط شرط. اذا جاءت كارثه طبيعيه صقيع او ثلوج او امطار مثل هذا العقد يصبح كالتالي. شوف اخواني احنا سهل جدا نحكي هلا هون, لكن في القضايا الفتوى الشرعيه بتكون محدد كل قضيه بقضيتها, كل كيس باي اتسلف يعني المعطيات المدخلات. هلا غزه بيجيها ثلج, عمره بيجي غزه فيها ثلج؟ بس بيجي هواء. الهواء بدنا نمنع الهواء كمان. بيجي ريح, بيجي ريح.
نعم. إذا قل له أنا ما باجي بعمل معك العقد إلا لما الزهر يخلص يطلع طيب إذا قلنا القياس هو إلحاق مسألة ما فيها حكم بمسألة فيها حكم لاشتراكهما في العلة. إذا نفهم موضوع العلة مش هنحكي فيه اليوم، موضوع العلة هنحكي فيه الأسبوع القادم. العلل نوعان، نوع منصوص عليه وهذا فيش فيه خلاف، ونوع مجتهد فيه هنحكي عنه إن شاء الله في اللقاء القادم. نيجي لأركان القياس. الركن الأول الأصل وهو المقيس عليه. هلا نقول إحنا مقاس عليه ولا مقيس عليه أصح لغويا؟ مقيس. المقيس البضاعة المباعة ولا البضاعة المبيعة؟ البضاعة المباعة لا ترد، هذا خطأ لغوي. لا ترد ولا تستمع. البضاعة البضاعة المباعة على فكرة معناها في اللغة المعروضة للبيع، هذه بضاعة مباعة يعني معروضة للبيع تسمى المباعة. البضاعة المبيعة لا ترد، أما المباعة لا ترد هي أصلا مش إلي، المباعة معروضة للبيع. فالأصل أو المقيس عليه، المقيس عليه يعني اللي ورد حكمه في النص، هذا الأصل. الركن الثاني حكم الأصل. الركن الأول الأصل، الركن الثاني حكم الأصل الذي أنا بدي أنقله، الركن الثالث الفرع وهو المقيس الذي لا نص على حكمه، والركن الرابع العلة. كم ركن إذا عندنا؟ أربعة. أصل حكم الأصل، فرع علة. هذا القياس الأصولي. هلا القياس الأرسطوطاليسي أو القياس الرياضي عندكم في الهندسة أركانه ثلاثة مش أربعة، مقدمة أولى، مقدمة ثانية، ونتيجة. نقول كل إنسان حيوان من حيث الحياة، وكل حيوان فان. إذن كل إنسان فان. هذا قياس إيش؟ أرسطوطاليسي بسموه القياس الرياضي. كم ركن؟ مقدمة صغرى، مقدمة كبرى، ونتيجة. إذا كان ألف باء يساوي جيم دال، وجيم دال تساوي صاد عين، إذن ألف باء تساوي صاد عين، هذا بالرياضيات منطق رياضي. لا إحنا مختلف القياس الأصولي، موضوع مختلف ما لهش علاقة بالقضايا المنطقية الرياضية، وإنما له علاقة باستحداث. يعني هناك ما استحدثنا، هناك يعني الأمور كانت واضحة بس ربطنا ربط في المنطق الرياضي. يعني حتى لو طلعت على تطليق ما في لا علل ولا في استحداث حكم جديد لمسألة جديدة. فالقياس الأصولي أدق وأعمق من مشكلة بس القياس الرياضي. الأنواع، أنواع القياس. النوع الأول لما تتحقق العلة في الفرع بأوضح من تحققها في الأصل بسموه قياس الأولى. العلة وين متحققة أكثر؟ في الفرع. في الفرع، لا مش في المقيس عليه، في المقيس. متحققة في الفرع المقيس بأوضح من تحققها في الأصل المقيس عليه. نأخذ مثال، حكم ضرب الوالد حرام. طب من وين جبنا الحكم الشرعي؟ هل في نص يحرم ضرب الأب؟ النص اللي موجود ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فالعلماء بيقولوا العلة، العلة في الضرب أوضح من العلة من التأفف، صح ولا لا؟ فهذا مثال على أن هذا من باب أولى، سمو قياس أولى. إذا حرم الصغير من باب أولى أن يحرم ماذا؟ الأشنع منه وهو ماذا؟ بس هل التأفف حرام؟ ولا أيضا اتهام، اتهام الناس، اتهم الناس اتهامات جزافة، شو حكمها؟ ما عندي دليل، هذا منافق، هذا فاسق، هذا كذاب، هذا ما حكمه؟ حرام. شو الدليل؟ إن بعض الظن إثم. فإذا كان بعض الظن إثم ما بالك بالظن كله أو ما أعلى من الظن. إذن العلة أوضح في المقيس منها في المقيس عليه. سوء الظن. لا ما هو قذف المحصنات محدد بقضية الزنا، القذف في الزنا فقط، الاتهامات الأخرى ليست جزء من القذف. بس يعني تشمل أنه أنت تتهم الاتهام هو كله محرم، بس هداك عليه عقوبة، عقوبة حدية.
يعني أن يتهم الإنسان إنسان بالزنا شو عقوبتها؟ حد. أما اتهموا أنه سراق، اتهموا أنه نصاب، اتهموا أنه كذاب، تعزير وليست حد. هاي الفرق. نعم، هذا النوع الأول. ماذا نسميه؟ قياس من باب الأولى أو القياس الأولى، أن تكون العلة أظهر في الفرع منها في الأصل. وأخذنا مثال التأفف وموضوع الظن السيء. نأخذ النوع الثاني، قياس التسوية. قياس التسوية، إيش التسوية يعني؟ العلة في الفرع وفي الأصل مالها بنفس الدرجة، وهو أن يكون ظهور العلة في الفرع مساويا لظهورها في الأصل. مثال، ليش إحنا بننفق على أولادنا وهم صغار؟ ليش بنفق على ابني مش على ابن الجار؟ لأني أنا سبب في وجوده. العلة ما هي العلة؟ أنني السبب في وجوده، لذلك أنا بصرفش على أولاد الجيران ولا أولاد الحارة، بصرف على أولادي. يجب، إيه يجب النفق على الأولاد. طيب إذا الوالد لما يكبر صار في حاجة، مين بينفق عليه؟ الأبناء. ليش؟ لأنه نفس العلة، سبب في وجودك. فكما أن العلة تنفع من الأب تجاه الإبن، نفس العلة مساوية من الإبن باتجاه الأب، فينفق الإبن على أبيه حال كبره وعوزه وجوبا، مش البنت، الإبن. لاحظوا دقة النص الشرعي، الإبن هو الذي ينفق وليس البنت. هم من ينفقون على أبيهم وأمهم حال كبره إذا كان محتاجا، إذا كان فقيرا معوزا محتاجا. هذه القاعدة، إذا البنت كان وضعها أحسن من أخوتها، لا 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 نلزمها، يعني القانون لا يلزمها، أما هي حابة تعطي، وهذا اللي بيصير غالبا. هذا طبعا فيه صلة، فيه صلة وفيه صدقة، يعني كأنها فعلت فعلين، صلة رحم وأجر الصدقة. النوع الثالث، قياس الأدنى. الأولى المساوي الأدنى. إيش الأدنى تعريفه من خلال اللي فهمناه؟ يعني بتكون تحقق العلة في الأصل واضحة وظاهرة أكثر بكثير من تحققها في الفرع الأدنى. مثل قياس حد السكر على حد القذف. هلا احنا شو يعني القذف؟ انت بتفتري على انسان، يعني القذف هو افتراء. فجاءوا قالوا من سكر هدى ومن هدى افترى. من سكر هدى ومن هدى افترى. هل هذا القياس بالضرورة دائما موجود كعلة الافتراء في كل من يسكر؟ لا. لذلك قالوا هذا قياس ماذا؟ أدنى، ممكن لكن مش متيقن. في ناس بيسكروا بروحوا على البيت بنام لما يصحى ثاني يوم يصحى صبح. في ناس بيسكروا وممكن يحكي كلام ويتهم ويخبص، فاحتمالية الافتراء واردة لكنها ليست أعلى وليست مساوية، إنما أدنى من علتها في القذف بحد ذاته. هذا مثال على القياس الأدنى. مثال ثاني، القتل بآلة محددة، حادة يعني، محددة هنا من الحدية، مثل سيف وسكين. هذا واضح الدلالة على أنه في نية إيش؟ الواحد بيمسك سكين وبضرب، عنده نية ماذا؟ الإيذاء أو القتل، العمد، يعني في عمد، في تعمد بإيذاء الإنسان، سواء كان إيذاء 100% أو أقل. طيب هل يقاس عليه إذا أنا رفعت خشبة؟ أو يقاس عليه إذا رفعت حجر وضربت واحد؟ يقاس أو لا يقاس؟ لا يقاس. نعم، الوحيدين اللي قالوا يقاس عليه هذا فقط المالكية، أعطوه قياس، يعني أعطوا حكم هذا. العلماء الآخرين لم يعتبروا هذا قياسا، لأنه الأصل العصا لا تقتل. العصاي شو ما خبطت فيها يعني لا تؤدي ما يؤدي السيف أو السكين. نعم، المالكية قاسوها قياس تسوية، الجمهور على خلاف المالكية في هذه المسألة. إذن نقف إلى هنا ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم موضوع القياس والعلل.